مساء الخير على كل مشاهدين ومتابعين قناة سارة وباسم على اليوتيوب. لو عندك قطاع وعايز تعمله بيتشر زي ده كده، البيتشر الفجاجة دي بتشتغل شغل البيتشر الكبير زي البيتشر الكبير بالظبط. ايوه امال ايه، معاك هنا اتنين تعليق، واحد عالي وواحد واطي اهو، زي ما انت عايز بتشتغل. وبعد كده بتقدر تتحكم في الفتيل من هنا، افتح او اقفل. الفجاجه دي بتشتغل نفس شغل البيتشر الكبير بالظبط، نفس شغل البيتشر الكبير بالظبط. بتروح تقطع تقطيع بتاعك، كام خطوط كام مصاطب، وبعد كده تبدا ان انت تفتح الفحل او الحماله بتاعتك زي ما انت عايز على طول بالفجاجه الكبير. عندنا شحن جميع المحافظات، ممكن نشحن لك الفجاجه دي وانت تركبها عندك على الخطاطه بتاعتك زي ما انت عايز. طبعا احنا لو جبت انت الخطاطه الكرسي ده بيتغير، نعمل لك جراب وسطاني للبسخه بتاعت الخط، وبنعمل لك الكرسي بتاعنا احنا بقى على الكاميرا بتاعتي. انت كده نازل على النت. اه المهم انت عامل ايه، انت عامل ايه، انت 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 عامل ايه، انت مرضي؟ انا مرضي طالما شفتكوا حبيبي. الشغل عاجبك؟ الشغل عاجبك؟ بس الباشا حلو يعني؟ واي واحد ما بيفهمش يبقى ما بيفهمش حاجه. لا يا عم لا 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 والله يا عم، انا اول مره اتعامل معاكم حبيبي يا حاج. لا